ليبيا وتونس واحد. تتريح ليبيا تتريح تونس، تتريح تونس تتريح ليبيا. ان شاء الله حلو وشعبها حلو لطيف، والله كله حلو على بعضها، الجو حلو لطيف، شعب راقي بصدق، يعني ان شاء الله ربي يزيدهم من التقدم وان شاء الله ربي يهني البلاد العربيه كلها. زياره ناول الصغار ما شاء الله، تونس رايقه وشعبها مضياف صراحه، وجايين اجازه. مرحبا بكم. الله يسلمك. نسالكم شويه على اوضاع ليبيا. ايه تمام، الوضع تحسن، في السابق كان صعب شديد، ليبيا كلها تعاني من الانقسامات، حاليا الوضع احسن، في انتخابات ان شاء الله متاملين تبدا قريب 24 ديسمبر، والاطراف ان شاء الله يتفاهموا ويتحل هالمشكله ويرضوا بالنتيجه الانتخابات ان شاء الله. الانقسام الليبي نتيجه انقسام خارجي مش انقسام الشعب، الشعب بالعكس كله يحب السلام، يحب يعيشوا مع بعض كيف الشعوب الثانيه، ما يحبوش الحرب، ما يحبوش انه يكون في مشاكل. الشعب الان متامل الانتخابات تكون خياره هو، ما يكونش في حد ضاغط خارجي بيوجه الانتخابات، والشعب اللي يختاره ان شاء الله يقبل به الجميع. المجتمع الدولي كاين منقسم، والان تامل انه هو ما عادش ينقسم، وان شاء الله بيدعم نتيجه الانتخابات، هذه اهم حاجه. ان شاء الله حلو وشعبها حلو لطيف. اول مره زرتوا؟ لا جاي من قبل. لا ثاني جاي من قبل، والله كله حلو على بعضها، الجو حلو لطيف. الاسعار بالنسبه لليبيا يعني شوي في فرق في السعر، لان الدينار التونسي بزوز دينار ليبي، فتعتبر في فرق في السعر. والله ان شاء الله خير، الوضع بدا يتحسن شويه، وانفتحت الطريق بالنسبه للشرق والغرب يعني، وبدا الوضع الاجتماعي والوضع السياسي بس هو اللي شويه صعب نزال. نتمنى تونس تشتغل احسن، شبابها التوانسه، انا اصدقائي هلبة توانسه يشكو شويه من الاوضاع صعبه شويه مروا بها البلدان، ليبيا وتونس واحد. تتريح ليبيا تتريح تونس، تتريح تونس تتريح ليبيا، ان شاء الله الشعبين يقفزوا هالمرحله هذه، بصراحه كلها تعاني في سداد شعرين به جميعا. خير ان شاء الله. هي شعب راقي بصدق، يعني ان شاء الله ربي يزيدهم من التقدم، وان شاء الله ربي يهني البلاد العربيه كلها.